بالنسبة للثقافة هي الأولى في كل شيء، بس ثقافة من غير موهبة لا، وموهبة من غير ثقافة عمر محدود. فإذا أردت أن تمسك بخيوط كل شيء في الفن وأنت موهوب، يجب أن تكون على ثقافة عالية، وتعرف أن أبو الموسيقى هو المسرح، والأغنية فرع من المسرح الكبير. وبعدين تعرف التنوع، تفهم يعني أنت بتعمل مسرحية، هل المسرحية دي نوعها الموسيقي إيه؟ هل أغاني داخل دراما؟ هل دراما مغناة؟ هل موسيقى تعبر عن الدراما؟ إذا انعدم في جزئية عن إنك تجد جملة حوارية فالموسيقى تصعد بهذا، لازم تبقى فاهم المسرح ده علم. ولما تكون أنت خريج وموهوب وبتبدع في المسرح، هتبدع زي ما في ناس أبدعت في حياتنا. ولكن عملي في المسرح 48 مسرحية غنائية، 48 مسرحية غنائية. تمام يا فندم، رصيد كبير ما شاء الله. إيه بعدين واحد عمل لك اغنيتين في مسرحية بيملى زي الافلام اللي هي الاغنية تخش كده في الدراما، بقى موسيقار. يا ريت يا عيني، ويجي حد بيكتب عنه يقول اوه ده تحدى بيتهوفن، فمش عارف هندجل لغاية امتى؟ كفاية دجل بقى. أستاذنا الكبير حلمي بكر، يعني استمتعنا بحوار حضرتك جدا ونورت وشوشة دوت أورج. هل في يا فندم حاجة إحنا ما تكلمناش فيها حضرتك عاوز توضحها للجمهور عبر وشوشة؟ لا كفاية علينا المرة دي، المرات الجاية إن شاء الله هيبقى في توضيح، وإلا أنت ما تحطش كل شيء في وعاء واحد. تمام يا فندم. ولكن قسم على عدة أوعية عشان الناس على الأقل تبقى ملمة باللي بيتقال، وكل قضية تتحل الاول وبعدين نخش في القضيه اللي بعديها. لما يتحل اللي انا قلته ده والفوضى اللي احنا فيها، هنبدا نتكلم بقى عن ما هي الاخطاء. الصوت اللي انا باجي بسمعه يا لجنه، دورك الاساسي تقول له عيوبك الصوتيه كذا، ولازم تعمل وتعمل كذا، او انت لا تصلح في الغناء. انما كل واحد الله انت جميل، الله صوتك يجي منه، وان شاء الله في مره جايه هتبقى تاخد. انتوا خايفين ليه لما انتوا قاعدين؟ انتوا خايفين تخسروا الجماهير او جهل او عدم علم بانك تكمل وتقول ايه العيب اللي في الصوت، عشان الناس على الاقل تستفيد.